صباحكم يوم جديد، جديد في بحر الفن وأسراره. فن السيراميك، ما هو وما عملياته وكيف أصبح يستخدم في الأثاث ومجالات أخرى؟ للحديث حول هذا سنتواجد معكم في شركة قاشان لنتعرف وإياكم على هذا الفن. الصلصال هو المادة الأولية اللي بتستخدم ليتم صناعة السيراميك، اللي أصبح من جديد بيستخدم في صناعة الأثاث أو بيتم إدخاله في التحف الفنية والمصنوعات اليدوية. المحاضر في كلية الفنون في جامعة النجاح الوطنية الدكتور كمال السفاريني أراد أن ينقل شهرة المدينة الإيرانية قاشان المعروفة بصناعاتها الحرفية والخزف الصيني الملون والأواني النحاسية اليدوية من خلال تخصصه في هذا المجال. فن السيراميك هو فن عريق جدا، بتعامل مع خامة أصيلة جدا اللي هي خامة الصلصال. يبدأ الفنان بتشكيلها والتعامل معها وإدخالها للمرة الأولى في الفرن تحت درجة حرارة تتجاوز 1000 درجة مئوية للحصول على ما يسمى بالفخار. بعد ذلك يتم طلاءها في ما يسمى بالزجاج أو الجليز وإدخالها للفرن مرة أخرى على حرارة تتجاوز 1000 لنحصل على ذلك الجسم المصقول والبريق المعدني اللماع جدا والأخاذ في نفس الوقت. السيراميك معروف تاريخيا على أنه مقتصر على الطبقة الأرستقراطية، واللي بيدخلوا في هذا التخصص والمجال هم من الطبقة الراقية جدا. للأسف احنا يمكن مجتمعنا مش متذوق لحد الآن بشكل كبير لهذا المجال، لكن أنا من خلال هذه المبادرة في افتتاح هذه الشركة والمؤسسة اللي بتتعامل مع السيراميك حتى من المسمى شركة قاشان من القاشاني أو السيراميك المزجج، يعني حاولت أن يكون في بداية لتعريف المجتمع بشكل خاص على أهمية هذه الخامة وإمكانية إدخالها في كثير من الأمور. وأعتقد أنه الناحية الجمالية في البداية لازم نقر فيها وتكون حاضرة، بالإضافة إلى أنه ممكن استخدامها في مجال الأثاث بشكل كبير، وهذا اللي بدأت فيه يمكن بشكل أساسي. عمليات ومراحل مختلفة ودرجات حرارة خاصة تهيأ لإخراج المصنوعات من السيراميك ليتم نقشها وتجهيزها بنقشات وألوان رائعة. العمل الخزفي بيعتمد في الدرجة الأولى على كمية التفاصيل الموجودة فيها أو في العمل وحجمه. القضية الثانية اللي بتأثر على الوقت المتبع اللي هو التقنية المتبعة، إذا كان في حفر بأخذ جهد أكبر بالتأكيد، إذا كان في رسم على البلاط مباشرة أعتقد الأمور بتكون أسهل، لأنه إحنا بتكون تجاوزنا مرحلة الفخار، إحنا بنتعامل عن مع سطح مشوي شوي أولى وبالتالي بنبدأ من نص الطريق. يعني هو التقنية والخامة والتفاصيل كلها بتلعب دور في الوقت اللازم. مجرد ما أعلنت على الصفحة إنه في كثير من الزوار بيجوا، كثير من المهتمين، كثير حتى من الطلاب اللي تخرجوا من عنا، لأنه أنا محاضر في جامعة نجاح وساهمت إلى حد كبير في تأسيس قسم السيراميك أو الخزف هنا، حتى من طلابنا كثير تواصلوا معنا، الكل مهتم بإنه يجي يعمل إشي كونه كل الأجهزة والألوان والأفران، لأنه زي ما بنعرف هذا بده حرارة عالية تفوق 1000 درجة، بالتالي أفران خاصة جدا. الحمد لله بفضل الله يعني كل الأفران، كل المعدات، كل الإمكانيات موجودة، وبالتالي أنا فخور جدا بأنه هذا المؤسسة أو هذه المؤسسة تم إنشائها رغم كل الصعوبات، وبالتأكيد هناك تكاليف مادية عالية، لكن في النهاية ستكون بالتأكيد ملجأ لكل واحد مهتم في هذا المجال. وهيك مشاهدينا أصبح بإمكانكم اقتناء هالصناعات المشهورة بجمالها وحرفيتها الباهرة من فلسطين، وخاصة في مدينة تلكرم، فقط عند ذهابكم لشركة قاشان. لبرنامج صباح الخير هبة مصطفى.